السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة، نستهلها بأبرز العناوين. سمو محافظ المحافظة الجنوبية ترأس اجتماع اللجنة الأمنية الثاني للعام 2022 لتعزيز التعاون المشترك مع الإدارات الأمنية. وزارة الصحة تجدد تأكيدها على أهمية التقيد بأخذ التطعيم والجرعة المنشطة للحماية من أي تحورات للفيروس. ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا ينشر النسخة الأولى من برنامج إعداد المدربين لإنشاء وإدارة حاضنات الأعمال. أهلا بكم إلى التفاصيل. التاسعة، ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية اجتماع اللجنة الأمنية الثاني للعام 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي بادئ الاجتماع ناقشت اللجنة الأمنية احتياجات المحافظة الجنوبية من تعزيز الوعي المروري والجهود المبذولة من الإدارة العامة للمرور لتكثيف السلامة المرورية من خلال تنسيق الحركة المرورية وانسيابيتها في طرق المحافظة، مبينا سموه دور العمل المشترك مع الإدارة العامة للمرور في تنظيم المبادرات التوعوية والأمنية. بعدها تابعت اللجنة الأمنية جهود شعبة شرطة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال استمرار الحملات التوعوية التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والسلامة لكافة شرائح المجتمع. أكد معالي الشيخ خالد بن علي بن خليفة الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حرص صندوق الزكاة والصدقات على عقد شراكة حقيقية بين القطاعات الرسمية والأهلية للارتقاء بأداء مخرجات مؤسسة تعنى بالركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الحنيف لتمارس دورها التوعوي والخيري وصولا لتكافل اجتماعي يؤصل معاني التلاحم والتراحم. جذلك خلال استقبال معالي السيد عبد الحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي البحرين، حيث أعرب معالي عن شكره وتقديره لإسهامات مجموعة بيت التمويل الكويتي المتواصلة والمميزة لمشاريع الصندوق، لا سيما التبرع السخي الذي حظي به مشروع سهم الغارمين بنسخته الخامسة للعام 2021. لافتا معالي إلى أن تعاون الجهات الداعمة لأنشطة الصندوق ساهم في استمرار أنشطته وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. جذرت وزارة الصحة تأكيدها على أهمية التقيد بأخذ التطعيم والجرعة المنشطة للحماية من أي تحورات الفيروس، مشيرة إلى أن الدراسات وما يتم مواجهته يوميا من حالات منذ بدء جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم أثبتت أهمية التطعيمات والجرعات المنشطة في الحد من انتشار الفيروس. هذا ودعت الوزارة جميع المؤهلين ممن تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة التوجه مباشرة لأخذ التطعيم من المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقا دون الحاجة للحصول على موعد، وذلك من أجل صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. وهذا المزيد حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة مرام عيسى الشربتي استشاري طب عائلة وصحة عامة. مساء الخير دكتورة، بداية في إطار الإجراءات الاحترازية من أجل مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ما مدى أهمية الحفاظ على أخذ التطعيم والجرعة المنشطة خصوصا للفئات الأكثر عرضة للخطر؟ أهلا وسهلا. الجرعة المنشطة مهمة كنوع دفاعي معزز للجهاز المناعي في رفع الاستجابة ضد فيروس كورونا كوفيد-19 ورفع درجة المناعة في إنتاج الأجسام المضادة اللازمة لمواجهة الفيروس، والتقليل من حدة الإصابة وحدة الأعراض. ونأكد على أهمية الجرعة المنشطة في رفع الاستجابة المناعية للجسم وتخفيف الأعراض والمضاعفات المصاحبة للفيروس عند الحالات القائمة والتي قد تستدعي تلقي العلاج أو دخول العناية المركزة. طيب دكتورة، من هي الفئات العمرية الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس والتي يتواجب عليها الإسراع لأخذ الجرعات المنشطة؟
الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة مثل أصحاب الأعراض المزمنة، الأمراض المناعية الضعيفة، كبار السن من 65 سنة فما فوق. نأكد على ضرورة الإقبال على أخذ التطعيم والجرعة المنشطة منه لتجنب المضاعفات الخطيرة في حالة إصابتهم لا قدر الله. والآن مثل ما تفضلتي يستطيعون الذهاب مباشرة لأقرب مركز صحي نعم لأخذ التطعيم أو الجرعة المنشطة بدون أخذ موعد مسبق. طيب، ما مدى أهمية فعالية اللقاحات الموجودة في مملكة البحرين في تقليل نسب الوفيات رغم ارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة؟ بينت الدراسات والمؤشرات الوطنية أن الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس تقريباً 52% منهم لم يأخذوا الجرعة المنشطة، نعم في حين 3% أكملوا التطعيم. فالتطعيم أثبت فعاليته في تقليل المضاعفات وخفض نسب الدخول للعناية المركزة وأكيد التقليل من معدل الوفيات للحالات القائمة. نعم الدكتورة مرام عيسى شربتي، استشاري طب عائلة وصحة عامة، شكرا لك. نشر مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا النسخة الأولى من برنامج إعداد المدربين لإنشاء وإدارة حاضنات الأعمال، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الإداريين والمدرسين والمرشدين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من إنشاء وإدارة حاضنة أعمال ابتكارية وريادية في صرح المدرسة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لمشاريع مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا ويشمل البرنامج على آلية الاحتضان ومسرعات الأعمال، بالإضافة إلى إدارة الحاضنة والخدمات التي تقدم من خلالها، آلية تقديم المشورة وكيفية وضع خطة عمل الحاضنة، وآليات تقديم المشورة لرواد الأعمال المستقبليين من طلبة المدارس لتيسير الانخراط بمجال ريادة الأعمال بعد التخرج من المرحلة الثانوية في حال رغبتهم بذلك. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. جمعية الخلدية الشبابية تنظم ملتقى ميثاق العمل الوطني 2022 تحت شعار بناء ونماء نهضة وانتماء. تحت رعاية مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس لمياء الفضالة، أقامت بلدية المنطقة الشمالية احتفالا بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني في مبنى البلدية في منطقة عالي. وأشارت المهندس لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية إلى أن ميثاق العمل الوطني مثل انطلاقة حقيقية للمرأة البحرينية وما وصلت إليه من مكانة رفيعة وإنجازات عديدة، لا سيما في مجال العمل البلدية. وقالت الفضالة إن ذكرى ميثاق العمل الوطني كانت البداية لانطلاق العمل البلدي القائم على قيم الشراكة المجتمعية والتنمية والتطوير في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة على مواصلة الجهود في جميع المجالات والإسهام في مسيرة البناء والتطوير لمملكتنا العزيزة. نظمت نقابة عمال شركة تطوير بترول احتفالية بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني بالتعاون مع إدارة الشركة بمقر الشركة الرئيس بمنطقة أرمامين بحقل البحرين، وسط حضور عدد كبير من الموظفين وبمشاركة مسؤولي الشركة. وقد اشتمل الحفل على بعض الفعاليات والألعاب الترفيه والمسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين الذين عبروا عن سرورهم بهذه الذكرى الغالية على أهل البحرين.
نظمت جمعية الخلية الشبابية ملتقى ميثاق العمل الوطني 2022 تحت الشعار بناء ونماء، نهضة وانتماء، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة سبيكة الفضالة عضو مجلس الشورى عبر تطبيق زوم. واستهل الملتقى بكلمة عضو مجلس الشورى السيدة سبيكة الفضالة، أكدت فيها أن ميثاق العمل الوطني يشكل أهم قواعد انطلاقة عملية التحول الديمقراطي والتنموي الذي تشهده مملكة البحرين، ويعكس الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في تأصيل الثوابت الوطنية والعمل بها على كافة الأصعدة. هذا وأشارت إلى أن الميثاق يعتبر البوصلة الجامعة لكل رؤى وتطلعات مملكة البحرين قيادة وشعبا، ومن خلاله انبثقت كل المبادرات الإصلاحية والتنموية التي حققت الكثير من المكتسبات الوطنية كما نشهده اليوم. حقق الفارس المتألق أحمد الجهرمي المركز الأول في بطولة شارقة الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة واسعة. وتمكن أحمد جهرمي من التألق والبروز في نهائيات الونجز في عمر 7 سنوات على اتفاق 135 سنتيمتر، حيث قدم أفضل العروض وتمكن من الفوز بالمركز الأول بجدارة واستحقاق. وإلى الطقس محافظات مملكة البحرين. أخبار التاسعة، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق بي اتش تي في اند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.